Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي المستمعين العاشقين ومتتبعين المعاد الكبرى هنا من الدار البيضاء وبالضبط من الملعب الشريف، الله على الاجواء الجميله هنا الاختبار الحقيقي اليوم وغدا ان شاء الله يوم الاربعاء ويوم الخميس ان شاء الله سيكون النهائي هنا بين هذه اللاعبين بين اللواعب المغربيه من استاذ من السنغال من استاذ من النيجر من موريتانيا من ايطاليا من ايرلندا ايرلندا الشماليه بلد روبن كين عندهم حارس كاسبر وهنا سنتكلم على الاسماء القادمه من السنغال من موريتانيا من النيجر هنا الاسماء الافريقيه القادمه من ادغال افريقيا فناس قادمة من المملكة المغربية من مدينة مراكش من فاس ومكناس من اسطاط دار البيضاء ناس قادمة من كل من القصيمة من طنجة وطبيعي بن تطوان وكورة برا للفريق الأصفر الحارس في أول اختبار إصابة الحارس سلامات حسين أمين شمخية هذا هو الشمخية عتوق جديد يا أبو منيجل شكري الوعر معليش يا شمخية سلامات الآن نتكلم بالأرقام من فريق الأزهر ونتكلم الآن بعد قليل ستأتي الأسماء وكرة الشمرة الثانية لرقم 7 المتابع فان دايك برافو يا رقم 4 ممتاز ورقم 3 ممتاز تدخل كان رائع من هذا اللاعب رقم 7 الكسندر هذا رقم 6 العب يا محمد يضطر يرجع للوراء للمدافع يمشي مره ثانيه كوره تلعب للاطراف التعليمات وتوصل الى رقم 8 في وسط الميدان يلا يحيى الاباء والامهات يشجعون اولادهم ويحمسوهم ويشجعوهم على ممارسه كره القدم وكرة ترجع مرة ثانية نشكرهم على تبليغ الدعوة ونشكركم على الحضور
نشكركم على هذه الخدمات اللي تقدمونا للأبناء مستقبل الكرة المغربية إن شاء الله. يشجعون التواهب لديمورس ديمورس ممارسة كرة القدم والرياضة بصفة عامة. بعدما يذهب بالولد للانحراف الحارس يرسل الكرة طويلة في وسط الميدان. يمشي مرة ثانية محمد برقم 2 البينية. رجعت مرة ثانية لمحمد. يطلب الكرة الكسندر لا وصلت لرقم 10. المراوغة ممتازة. ماذا يفعل؟ هل يوزع؟ يعطي تمريرة كانت ناقصة. رجعت مرة ثانية في وسط الميدان. من رقم 7 يرسل الكرة ممتازة. الله على الكنترول. من رقم 5 يلا يا خضراوي يوزع كورة. هو كورة برا. لم تشكل الكورة خطورة على الحارس حسين أمين. شمخية القادم من تونس الخضراء. نسور طرطاج. تونس تعتمد على التوقة. جارديان 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 حارس مرمى وين؟ جارديان كرة ترجع مرة ثانية للفريق الأزرق من رقم 10. الله على اللمسة وكرة مقطوعة أوت التماس. يلا يا يحيى الخضراوي رقم 6 الآن في وسط الميدان. كرة طويلة في وسط الميدان. سرع الرجال سرع الأقدام وكرة ترجع للفريق الأزرق. على رقم 5 مراوغة ممتازة وترجع مرة ثانية لرقم 10 الكسندر يرسل للكورة. توزيعة ممتازة والدفاع يتدخل. من رقم 10 ماذا يفعل؟ هذا محمد هذا المعلم 10 جديدا. ماذا؟ الكسندر يرسل الكرة. وين الحارس؟ برافو الحارس الخضراوي. الكرة ما وصلتوش. خطأ فادح والحمد لله ينقذ الموقف الحارس. سلامات سلامات يا حارس. تعليمات متواصلة من الآباء والأمهات. وكرة تمشي مرة ثانية ليحيى الخضراوي. يضطر ويرجع للحارس المتألق. يلا يا يحيى يلا يا ولاد يلا يا شباب. هنا الاختبار. الاختبار الأول كان البارحة والاختبار الثاني اليوم والاختبار الثالث هو غدا. الخضراوي يقاتل من أجل كرة وكرة طاعت. يمشي مرة ثانية الحارس. الوانتو اجري اجري يا محمد. كرة ممتازة. يمشي مرة ثانية رقم 9 لهداف القناص. هذا رقم 7 ما شاء الله عليه. رقم 9 يدخل من قلب الجزاء. يتلاعب والدفاع يتدخل. يحيى جابها من جيباش وكرة تمشي لرقم 8. يرسل الكرة ممتازة. رقم 7 حمل الكرة وكرة ضاعت. تمشي مرة ثانية لرقم 10 المايسترو رصاف عبد الزلطان المادة. نرحب بالعتماني لاعب الفار ونرحب بالمدير مدرسة الرحال هشام الروب اللاعب للصالة وشالة في كل الملاعب المغربية. تكون في الوداد ولعب في الوداد وتعلق مع الفتح الرباطي اتحاد طنجة. هنا نتكلم على يوسف يتمرسيد. هو من أحد المؤثرين اللي كان مع اتحاد طنجة مع الوداد. مع
حتى مع حتاجة كان مساعد يوسف بدور مع نادي القرش المسوي. وهذا يحيى هذا المعلم العب يا خضراوي يا يحيى. ضاعت من يحيى الرصام وكرة ترجع مرة ثانية بنفس اللاعب. سرع الرجال سرع الأقدام الكسندر. الله على اللمسة والله على الهمسة. رائعة يا الكسندر. أجواء جميلة. نشكر الآباء والأمهات على الحضور وعلى تشجيع الأبناء على ممارسة كرة القدم والرياضة بصفة عامة. سرع الرجال في وسط ميدان ألكسندر محارب. الله ثم يا الله الله على أوبا بابا هذا إيش جو هذا. هنا سرع الرجال سرع الأقدام وكرة تمشي مرة ثانية لهذا اللاعب القصير المكين يدخل مركز الجزاء يتلاعب يحط الكرة والدفاع برافو المدافع. وهذا الاباء يعطي التعليمات كانه مدرب. كرة ترجع مرة ثانية للفريق الازرق. التوزيع والكسندر يقطع كرة. برافو عليك رقم 11 يتحرك. الشد من القميص والحكم يقول لك العب ولكن مباراة بدون حكم. كرة بدون عنوان. أمشيها المدافع برافو المدافع يغطي برافو. وكورة قلنا بدون عنوان. عنوان والتماس للفريق الأزرق رقم ثلاثة نوى يحيى. هذا والخضراوي يمشي كورة مرة ثانية يلعب البينية بين اللاعب رقم ثلاثة يرجع للمدافع فان دايك رقم أربعة. برافو يا مدافع صخرة الدفاع. مراوغة ممتازة والدفاعات دخل الله يا الله كورة رائعة وجمع الله جول جول من القصير المكين. اضرب يا كبير يا معلم هدف جميل هدف رائع. قصتي كان رائع من الحارس ولكن المتابعة بالرقم تسعة هدف. تعليمات متواصلة من الحارس. هذا يحيى أنوار يحيى الخضراوي يرجع لرقم 11. يا خسارة لم نعرف الأسماء ولكن المباراة الأخرى ستكون عندي الأسماء. الآن نتكلم بالأرقام. رقم 11 مدافع هذا ألكسندر محمد. برافو محمد يلا يا محمد يعطي كورة لرقم 10 للفريق الاصفر. كرة ممتازة جيدة جابها محمد. يلا يا اشرف يلا يا حكيمي العب يا محمد يا كبير. هذا رقم سبعة ممنوع المرور. هذا هو العنوان. ألكسندر محارب ومقاتل. برافو المدافع رقم 2 يقطع كورة
وكرة تخرج أو تتماس. الأجواء جميلة وجميلة هنا في ملعب الشريف هنا في الدار البيضاء. نرحب بالآباء والأمهات ونرحب بالجالية المقيمة بالخارج. نشكر ناس قادمة من السنغال من موريتانيا من النيجر، ناس قادمة من إيطاليا من إسبانيا من الروخة دي إسبانيا المالتادور موجودين هنا. وهنا عندنا حارس قادم من إنجلترا، عندنا حراس قادمين هنا من تونس الخضراء. الله على نسور قطاج. يلا يا يحيى، هذا انوار يحيى الخضراوي. محمد لا تلعب بالنار، بعد كرة يا محمد ويربح ضربة مرمى الان. ينفذ اول حارس شمخية حسين ابي. يلا يا شمخية، برافو شمخية. كنترول رائع من هذا اللاعب رقم 11، ما شاء الله عليه. صراع بين المدافع ورقم 11 لأنه القانون. يمشي مرة ثانية رقم 10، يدخل مقدة ذاه، ماذا يفعل؟ فرصة والدفاع يتدخل. برافو رقم 2 المدافع. كرة رجعت مرة ثانية بالرقم الثانية. المرمى ممتاز التصميم وكرة تمشي ركنية. ركنية للفريق الأصفر. الكسندر لا تلعب بالنار. يوزع والحارس دخل. كرة سهلة بين احضان الحارس. ينزل لكرة طويلة. كرة سهلة للحارس شبحية. الحارس قادم من تونس. أسطورة خليفات حاضر معايا اليوم. الله على العثماني يا كبير، شرفنا على الحضور والرجل المتواضع، الرجل يلا وامي امون يلا falete cabrón. Son las que mejor se acoplan.
لا لا الله يحفظك فيه وبس اسمح لي الله يحفظك الله يحفظك Estos pájaros malos. Haz primero lo mío y luego hacemos lo otro, ¿no? ¿Eh? A ver, no sé. Thank you.
يلا vamos. Oh, madre mía. Yeah.
la de Manolo Pérez, y entonces yo le digo nada y me dice, no, eso no está. Si pone el día que ha hecho la transferencia y la cantidad exacta y todo, pues sí que puede. El grandote, ¿no? El de Leganés, el de grandote. Animal, me parece un tío. Me parece hasta guapo. Parece un modelo de Dios. Pero por el tío. Y la verdad, sé que se queda ahí. ¡Así es!